قال فصل: والإلاء حرام. والإلاء حرام. والإلاء في اللغة هو الحلف، الإلاء في اللغة هو الحلف. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بقوله: وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته. الممكن إيش عندكم على زوجته ترك وطء زوجته؟ نعم، الممكن في قبل أبدا أو مطلقا فوق أربعة أشهر، فوق أربعة أشهر. حلف زوج سواء كان هذا الزوج بالغا أو مميزا عاقلا لا مجنون يمكنه الوطء، يمكنه الوطء. والذي يمكنه الوطء من هو الذي يمكنه الوطء؟ وابن عشر، ابن عشر سنين هو من استكمل عشر سنوات. قال: بالله تعالى وصفة من صفاته على ترك وطء زوجته، وطء زوجته سواء كانت هذه الزوجة حرة أو أمة أو مسلمة أو كافرة عاقلة مجنونة. الممكن يعني التي يمكن جماعها، التي يمكن جماعها ويحلف على ترك وطئها في قبلها أبدا، يقول: والله لا وطئتك أبدا. أو مطلقا يقول: والله لا وطئتك، لا يعين زمن. فوق أربعة أشهر فوق أو فوق أربعة أشهر حلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر. والأصل في الإله قوله تعالى: الذين يلون النساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاو فإن الله غفور رحيم. وكان أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم يقرؤون للذين يقسمون من نسائهم. هذا يدل على الإله في القرآن الكريم. اشترط صحة الإله أربعة شروط تضمنها هذا التعريف الذي ذكره المؤلف. الأول أن يكون من زوج يمكنه الوطء، وكما ذكرنا الذي يمكنه الوطء هو ابن عشر سنين، كذلك من هو قادر على الوطء حتى لو كانت عشر سنين يخرج إيش العنين والمجبوب. هذا لا حكم لإلهه، العنين والمجبوب ليس لحكم لإلهه حكم. الثاني أن يحلف الله تعالى وصفة من صفاته، فلا يصح الإله بحلف على ترك الوطء بنذر لله عليه نذر ألا أضعك مثلا أو بطلاق مثلا يحلف بالطلاق عليه الطلاق إن وطئتك، هذا لا يعد إلها. لا بد أن يكون الحلف بالله تعالى وصفة من صفاته. الثالث أن يكون الحلف على ترك الوطء في القبل لأنه هو الذي يحصل به الضرر. الرابع شرط رابع أن يحلف لا يطأها أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على شرط يغلب على الظن ألا يوجد أقل في أقل منها. الخامس أن تكون الزوجة ممن يمكن جماعها بخلاف الرفقاء التي لا يمكن جماعها. قال: فمتى مضى أربعة أشهر؟ إذا صح الإله وضربت له المدة وهي أربعة أشهر ولا يطالب بالوطء في هذه الأربعة أشهر بقوله تعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، وابتداء المدة من حين اليمين، ابتداء مدة الأربعة أشهر من حين يمينه على ترك الوطء، ولا أيضا تفتقر هذه المدة إلى ضرب الحاكم بل تبدأ تلقائيا من حين اليمين، فلا تحتاج إلى أن يضربها الحاكم له لأنها ثبتت يقول بالنص والإجماع. فإذا مضى أربعة أشهر، إذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع بلا عذر، ليس له عذر من مرض أو إحرام أو محبوس، أمر به يعني أمره الحاكم بالرجوع والجماع،
قال أمر به، فإن أبى امتنع من الوطن ولم تعفه المرأة فلا يعني يحصل الطلاق بمجرد مضي مدة، بل يؤمر، يأمره الحاكم بالطلاق، أيضا يشترط أن تطلب الزوجة ذلك، يطلب الحاكم منه الطلاق ويشترط أيضا أن تطلب منه الزوجة ذلك، فإن لم تطلب فلا يأمره الحاكم. فإن امتنع من الوطء أو الطلاق، امتنع من كل شيء، طلق عليه حاكم أيضا لا يطلق الحاكم إلا بطلبها، وللحاكم أن يطلق عليه وأن يفسخ أيضا، له أن يطلق عليه وله أن يفسخ بدون طلاق، يطلق الحاكم بطلبها، طلق على المودي بطلبها واحدة يقولون أو ثلاثا أو يفسخ واحدة أو ثلاثا، هكذا في الإقناع والمنتهى، يقولون واحدة أو ثلاثا، مع أنهم قدموا أن الثلاث ما حكمهم للزوج محرمة، فمن باب أولى أن تكون من غير الزوج. فلذلك يقول الشيخ منصور أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة محرم، فهنا أولى، أولى أن الحاكم لا يطلق عليه ثلاث، يطلق عليه واحدة فقط، يطلق عليه واحدة. وتقدم معنا أن الطلاق السني أن يكون طلقة واحدة في العدد، في العدد له أحكام، ثلاث أحكام، الأولى الحكم الأول أن تكون واحدة وهي ما حكمها جائزة وسنية إلى مع بقية الشروط، الثانية إذا طلق اثنتين ما حكمها مكروهة، مكروهة، والثالثة إذا طلق ثلاثا فإنها تكون محرمة وبدعة، محرمة وبدعة. نعم تقع كلها، تقع الواحدة والثنتين والثلاث. قال ويجب بوطئه كفارة يمين، ويجب بوطئه كفارة يمين. والطلاق الذي طلقه الحاكم هنا في الإلاء، وكذلك لو طلق هو استجابة لأمر الحاكم ولطلبها، فإنه طلاق رجعي، فله أن يراجعها، فله أن يراجعها، بخلاف الطلاق أو الفسخ للعيوب، لو فسخ الحاكم لعيب فإنه ليس للزوج عليها رجع. قال ويجب بوطئه كفارة اليمين إذا فاء بفعله ورجع لزوجته بالوقت، كفارة اليمين، كفارة اليمين. هذا فيما إذا أطلق، لكن إذا حدد قال والله لا وطئتك أربعة أشهر ثم وطئها بعد الأربعة أشهر، هل يجب عليه كفارة يمين؟ لا يجب عليه كفارة يمين، لا يجب عليه. أما إذا قال والله لا وطئتك أبدا، فإنه حينئذ يجب عليه، إذا وطئ يحنث وتجب عليه كفارة يمين. ما يلحق بالمولي في الحكم، الأول قال وتارك الوطء إيش عندكم؟ ضررا ولا ضرارا؟ وعندنا بالزاد إضرارا. المهم إذا ترك الزوج وطأ زوجته إضرارا بها، يريد أن يلحق بها الضرر وليس لديه عذر ولا يمين إذا لم يحلف، فإن حكمه حكم إيش؟ المولي، حكمه حكم المولي، تضرب له المدة ويؤمر بعد الأربعة أشهر، يؤمر بالرجوع، فإن أبى يؤمر بالطلاق وهكذا. الثاني الذي يأخذ حكم المولي أيضا من ظاهر ولم يكفر، من ظاهر من زوجته ولم يكفر فإنه يلحق بالمولي وتضرب له مدة ويأخذ أحكام المولي. من هو المظاهر؟ هو الذي ذكر المؤلف في الفصل الذي بعده، قال والظهار محرم، الظهار حكم التكليف محرم، حكاه ابن المنذر إجماعا. والظهار مشتق من الظهر، مشتق من الظهر، وإنما خص دون سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب. وأما الظهار في الشرع فهو قال المؤلف وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه،
أو بعضها، أن يشبه زوجته أو بعضها، ما تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا، يشبه زوجته أو بعض زوجته يعني كظهرها ويدها بمن تحرم عليه أبدا أو مدة مؤقتة يعني إلى أبد أو إلى أمد. يشبه مثلا زوجته بمن تحرم عليه أبدا كأخته، أنت علي كأختي أو كظهر أختي أو كظهر أمي، إلى أمد أنت علي كظهر أختك مثلا، وأخت الزوجة محرمة إلى أمد، أو بعضها أنت علي كظهر أمي، كظهر أمي أو كأمي، بمن تحرم عليه كلها يقول كأمي مثلا، أو بعض من تحرم عليه كلها أن يقول أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كرجلها، أو يشبه زوجته برجل أو بعضو منه مطلقا سواء كان هذا الرجل ذا قرابة أو أجنبيا. قال رحمه الله لا بشعر، إذا شبه زوجته بشيء بامرأة تحرم عليه أبدا أو إلى أمد لكن بشيء منفصل في جسدها، أنت علي كظفر أمي، فهذا ليس بظهار، ليس بظهار، أو سن مثلا، لأن هذه كلها في حكم المنفصل وظفر وريق ونحوها. قال وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة، عليها كفارته بوطئها، إذا قالت أنت علي كظهر أمي فإنه ليس بظهار ومع ذلك عليها كفارة. ويقول الشيخ ابن عثيمين هذا من غرائب الفقه، من غرائب الفقه، هو ليس بظهار وعليه كفارة الظهار، ينبغي إذا كان إذا لم يكن ظهارا ألا تجب فيه كفارة الظهار، لكن هذا هو المذهب، يقول لأنها أحد الزوجين، لكن يجب عليها تمكينه قبل إخراج الكفارة، يجب عليها تمكينه قبل إخراج الكفارة. قال ويصح من كل، ويصح من ممن يصح طلاقه، يصح ممن يصح طلاقه مسلما كان أو كافرا حرا وعبدا كبيرا أو مميزا يعقله، وكذلك يصح من كل زوجة، يصح من كل زوجة، وكذلك يصح الظهار من أجنبية، يصح الظهار من الأجنبية. ونريد أن نربط بين أبواب مختلفة وهي الطلاق والإيلاء والظهار. عندنا ثلاثة أمور، إذا قالها الرجل مع الأجنبية فهل تؤثر عليه معها أم لا؟ أولا طلاق، إذا علق طلاقها على تزوجها قال إن تزوجتك فأنت طالق، فتطلق إذا تزوجها؟ نقول لا تطلق، لا تطلق إذا تزوجها. مسألة ثانية في الإيلاء، لو آل منها قبل أن يتزوجها، قبل أن يتزوجها قال والله لا وطئتك مثلا، لا وطئتك أبدا أو أربعة أشهر أو أكثر من أربعة أشهر، فهذا إذا قال الأجنبية ذلك فإنه إذا تزوجها لا أحسن، هو يجب عليه كفارة يمين، لكن لا يعني يأخذ حكم المولي وتضرب له أربعة أشهر ويؤمر بها. أما في الظهار، الظهار يختلف الوضع عندهم الحنابلة، الظهار من الأجنبية يصح، الظهار من الأجنبية يصح، فإذا قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي صح ظهاره، فإذا تزوجها لا يجوز وطئها حتى يكفر، حتى يكفر. قال ويحرم عليهما المظاهر، والمظاهر منها وطئ ودواعيه، يحرم على المظاهر أن يطأ المظاهر منها، وكذلك يحرم عليه دواعي الوطئ كالقبلة ومقدمات
الجماع قبل كفارته، يعني قبل كفارة الظهار، لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمسه، لكن لا تثبت يعني لا تستقر الكفارة في ذمته إلا بالوطء، يعني هو قبل أن يطأ حتى يستحل الوطء حتى يجوز الوطء يجب عليه أن يكفر، لكن الكفارة لا تستقر في ذمته إلا بالوطء، فإن لم يطأ فلا كفارة، فإن لم يطأ فالكفارة ذكرنا أنها شرط، الكفارة شرط لحل الوطء، فيؤمر بها من أراده ليستحله بالكفارة، بخلاف كفارة اليمين، بخلاف كفارة اليمين الذي حلف يمينا بالله تعالى كفارة المعروفة له أن يخرج الكفارة قبل الحنث وبعده، مخير أن يخرج الكفارة قبل أن يحنث وبعد أن يحنث، أما الظهار فيجب عليه أن يخرجها قبل أن يحنث، يجب عليه أن يخرجها قبل أن يحنث، لكن ما تستقر في ذمته إلا بعد الوطء، ما تستقر في ذمته إلا بعد الوطء. قال وهي عتق رقبة مؤمنة طبعا، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويلزمه حينئذ إذا صام شهرين يلزمه تبييت النية من الليل، ثانيا يلزمه تعيين أن هذا الصيام للكفارة، كفارة الظهار أو كفارة القتل أو كفارة الوطء في رمضان أو كفارة اليمين، فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو يرجى برؤه لكن يخاف زيادته أو يخشى أن يتطاول معه بصومه وزاد في الإقناع، قال أو لضعف عن معيشة، إذا خشي من الصيام إذا صام أنه يضعف عن معيشته فإنه حينئذ ينتقل إلى الإطعام، قال فيطعام 60 مسكينا، أي مسكينا مسلما، فيطعام 60 مسكينا ويجزى دفعها، هذه الإطعام يجزى دفعه إلى من يأخذ الزكاة لحاجة، وهم 4: الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لنفسه، والغارم نفسه. الاعتبار في الكفارات عندنا قاعدة معروفة مشهورة، وهي ما وقت ما بأي شيء أو بأي زمن يعتبر فيه الكفارة وتعتبر فيه الكفارة. الاعتبار في الكفارات عندنا هو وقت إيش؟ الوجوب، وقت الوجوب. فمثلا كفارة الظهار متى وقت الوجوب؟ يقولون وقت إيش؟ إذا وطئ، وقت العود، وهو الوطئ. فإن كان حال الوطئ قادرا على كفارة يمين على عتق الرقبة فيلزم عتق الرقبة ولو أعسر بعد ذلك، لأن العبرة كفارة وقت الوجوب، وقت إيش؟ الوجوب. طيب إذا كان وقت الوجوب وقت الوطئ غير قادر على عتق رقبة لكنه قادر على الصيام ثم أيسر بعد ذلك واستطاع على الرقبة، هل يلزمه أن ينتقي الرقبة؟ لا يلزمه، لكن هل يجوز له أن ينتقي الرقبة؟ يجوز، بل كما قال في الغاية وهو أفضل. وقت الاعتبار كفارة وقت الوجوب، نقول أولا وقت الوجوب في الظهار وقت العودة والوطء، ثانيا وقت الوجوب في وطء نهار رمضان حين الوطء، ثالثا وقت الوجوب في كفارة القتل هو زمن زهوق الروح لا زمن الجرح، يعني جرح اليوم ومات بعد شهر فوقت الوجوب هو زمن موته. رابعا في اليمين كفارة اليمين وقت الوجوب في كفارة اليمين هو زمن الحنث لا وقت عقد اليمين، وإنما هو وقت إيش؟ الحنث. قالوا يكفر كافر بمال، يعني بالعتق أو الإطعام فقط، لأنه
لا يصح منه تصح منه الصيام. قال وعبد بالصوم لأنه لا يملك. وشرط في رقبة في رقبة كفارة في رقبة في وشرط في رقبة رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام. اشترط في الرقبة أن تكون مسلمة. الشرط الثاني قال نذر عتق مطلق يعني نذر أن يعتق لله علي نذر أن أعتق ويسكت. نقول يلزمك أن تعتق رقبة مسلمة. الشرط الثاني قال وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا. اشترط أن تكون هذه الرقبة سليمة من العيوب التي لا يتمكن منها العبد المعتوق من العمل. ثم قال ولا يجزئ التكفير. هذا في الإطعام لا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ في فقرة. لا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فقرة ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره. الصنف الخمسة في زكاة الفطر وهي الشعير البر والشعير. البر يجزئ منه مد ومن غيره نصف نصف صاع ومن غيره مدان الشعير والتمر والزبيب والأبط نصف صاع. ولا بد يكون من تمليكهم فلا يجزئ أن يغديهم أو يعشيهم ولا يجزئ أيضا دفع القيمة. قال رحمه الله فصل ويجوز اللعان. واللعان اشتقاقه من اللعن وهو الطرد والإبعاد لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا. وأما في الشرع فهو شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة. والأصل في اللعان ما الأصل فيه؟ نعم القرآن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآيات. وأيضا الأصل فيه السنة أيضا روى سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. إلى أن قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر كذبت علي رسول الله إن أمسكتها. ثم طلقها ثلاثا قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. وهذا حديث متفق عليه. والظاهر أنها حصلت مرتين. الظاهر أن اللعان حصل مرتين ثم لم يحصل يكون اللعان إلا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يشترط لصحة اللعان عدة شروط. الشرط الأول قال بين ويجوز اللعان بين زوجين. يجوز اللعان بين زوجين هذا الشرط الأول أن يكون بين زوجين ولا قبل الدخول. الشرط الثاني هو إيش؟ بالغين عاقلين. بالغين عاقلين وهذه نضعها مع الزوجين. اشترط أن يكون بين زوجين بالغين عاقلين لأنهم قالوا ثلاثة شروط. قال يجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد. لإسقاط الحد الأصل أن الإنسان إذا قذف امرأة أو رجلا الواجب عليه إما أن يأتي بالبينة أو إيش أو يجلد حد إيش القذف. لكن هذا يختلف الوضع مع إيش لو قذف الرجل زوجته. لو قذف الرجل زوجته بالزنا ولم يأتي ببينة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك
البينة، يعني إذا قذف الإنسان زوجته كأنه قذف أجنبية، فإما أن يأتي بينة أو يقام عليه الحد. لكن الزوج يتميز عن يعني أو له حكم يخصه عن بقية الناس أن له أن يسقط عنه الحد، بخلاف بقية الناس إذا قذف إنسان امرأة أو رجل بالزنا فلا يستطيع أن يسقط الحد إلا بالبينة. هذا الزوج لا يستطيع أن يسقط الحد بالبينة وأيضا بإيش؟ باللعان. باللعان. فإذا قذف زوجته ولم يأتي بينة لازمه ما يلزمه بقذف أجنبية من حد إن كانت الزوجة محصنة، أو تعزير إن كانت الزوجة غير محصنة. وكذلك يحكم بفسقه وترد شهادته. فإن لاعن الزوج ولو وحده حتى لو لم تناع نكرت الزوجة عن لعان فإن الحد والتعزير يسقط عنه. فإن الحد والتعزير يسقط عنه. قال فله لإسقاط الحد. إذن إذا قذف الزوج زوجته فإما يجب عليه الحد، وهذا إذا كانت الزوجة محصنة. والزوجة المحصنة هي التي اجتمع فيها خمسة شروط: العقل والحرية والإسلام والعفة وأن يجامع مثلها. العقل والحرية والإسلام والعفة ويجامع مثلها، يعني 9 سنين فأكثر. هذه إذا قذفها الزوج فإنه اجتمع في هذه الشروط فإنه يجب عليه الحد، أو يأتي ببينة أو يلاعن حتى يسقط عنه الحد. إذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة في المرأة فالواجب على الزوج الذي يقذفها هو التعزير. إذا كانت مثلا مجنونة يعزر الزوج لا يحد أو يلاعن. إذا كانت غير عفيفة معروفة بالفحش بين الناس فإن هذه الزوجة إذا قذفها الزوج فإن الواجب عليه التعزير وإلا يلاعن أو يأتي ببينة. فمن قذف زوجته بالزنا لفظا، هذا هو الشرط الثاني، أن يقذفها بالزنا لفظا في القبل أو الدبر ولو كان الزوج أعمى، كان يقول لها يا زانية يا زانية حتى لو كان أعمى وكذبته. هذا الشرط الثالث، مش صحة اللعان تكذبه الزوجة المقذوفة وتستمر على التكذيب إلى انقضاء اللعان. ثم قال فله لعانها، حينئذ يجوز اللعان، يصح التلاعن. فله لعانها لكي يسقط عنه الحد إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت ليست محصنة، بأن يقول لا يجوز أن يشير أو يكتب. أن يقول الزوج أولا، يجب أن يكون هو يبتدأ أولا. أيضا هناك شروط للتلاعن، شروط تقريبا 8 أو 9. أربعا، بأن يقول أربعا أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، يكرر ذلك 4 مرات ويشير إليها مع حضورها أو يسميها إذا كانت غير حاضرة. وفي الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن لعنة الله عليه كان. هذه 5 جمل. ثم تقول هي 4 أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامس تقول وأن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، إن كان من الصادقين. وإن نكرت الزوجة، إذا لاعن الزوج ونكرت الزوجة هل تحد أو لا تحد؟ نقول نكرت الزوجة عن اللعان حبست حتى تقر أو تلاعن، ولا ترجم بمجرد النكول، ولا ترجم بمجرد النكول. لماذا؟ يقول لأن لو أقرت بلسانها فلها الرجوع عن إقرارها، وحينئذ لا ترجم. فكيف إذا أبت اللعان؟ طيب إذا نكل الزوج عن اللعان قال لن ألاعن، قال الحاكم إما أن تلاعن أو تجلد حد أو تعزر فيما إذا كان الزوج غير محصن، فما الحكم؟
إذا نكل الزوج عن اللعان أو عن بعض اللعان فإنه حينئذ يحد حد القذف إذا كان الزوج محصنا، أو يعزر إذا كانت الزوجة غير محصنة. إذن في فرق لو نكلت الزوجة أو نكل الزوج. الزوجة إذا نكلت لا تحد، والزوج إذا نكل فإنه الله يعينه عليه الحد أو التعزير. ليش؟ لا طبعا هو من صحة التلاعن، أنا ذكرت أن هناك تسعة لكن ما يمدي أن نذكرها، أن يبدأ الزوج باللعان، فإذا لم يلعن لا يصح لعانها، لا يصح لعانها. ثم إذا تم اللعان يتعلق بذلك أربعة أحكام. قال سقط الحد عنه وعنها أيضا، أو التعزير إذا كانت غير محصنة. سقط الحد عنه وعنها إذا كانت محصنة، أو التعزير إذا لم تكن محصنة. الحكم الثاني قال وتثبت الفرقة المؤبدة بين المتلاعنين ولو لم يفرق بينه الحاكم، تثبت الفرقة المؤبدة. الحكم الثالث قال وينتفي الولد بنفيه. انتفاء الولد يشترط حتى يعني ينفع عن أن يذكره في اللعان، وهناك شروط أيضا لا نريد أن نتوسع فيها، هناك أربع شروط اشترط صحة نفي الولد لكن لا نريد أن نضيف فيها. الحكم الرابع الذي لم يكن مؤلف يثبت التحريم المؤبد بين متلاعنين، يعني تحرم عليه أبدا ولو أكذب نفسه، ولو أكذب نفسه. ثم قال رحمه الله ذكر ما يمكن، متى يمكن الحاق الولد بالواطئ. قالوا من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، متى أتت الزوجة ومثلها الموضوع بشبهة أو في نكاح صحيح، لا في زنا، لا في زنا، إنما الزوجة في نكاح صحيح أو الموضوع بشبهة أو في نكاح فاسد، متى أتت بولد بعد نصف سنة، يعني أكثر من نصف سنة، يعني أكثر من ستة أشهر منذ، هذا الشرط الأول تكون بعد نصف سنة، الثاني منذ أمكن أن يمكن اجتماعه بها، يعني لا يشترط أن نتيقن أنه اجتمع بها، أهم شيء مثل ما يقولون إيش المعاصرة، لا يشترط إيش التلاقي أو اللقاء، أن يمكن اجتماعه بها، أن يمكن اجتماعه بها، كان يكون في بلدة واحدة مثلا، وإلا ما يتيقن أن حصل اجتماع، لكنه نتشوف للحق النسب. فإذا ولدت المرأة بهذين الشرطين، تزوجت من رجل وأمكن اجتماعها به، ثم أتت بولد بعد أن طلقها مثلا أو مات عنها بعد نصف سنة، فإنه يلحق به، أو أتت به لدون أربع سنين منذ أبانها، منذ أبانها. إذا الحال هو ليس فيها بينونة، ليس فيها بينونة، يلحق به الولد. الثانية إذا أبانها، اشترط حتى يلحق به أن تأتي به لأقل من أربعة سنين، فإن أتت به لأكثر من أربع سنين أو لأربع سنين فأكثر فإنه لا يلحق به. اشترط أن تأتي به لدون أقل من أربع سنين منذ طلقها، أبانها، طلقها، فسخها، ولو ابن عشر، ولو كان الزوج ابن عشر فإنه يلحق الزوج نسب هذا الولد احتياطا. قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. وهنا المسألة التي بعض فيها الأحكام، قال المؤلف ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه، يعني يلحق به الولد ولا يعني ذلك أننا نحكم ببلوغه، إذا شككنا فيه لا نحكم ببلوغه. بلوغ معروف علامته لا بد أن تتوفر، التي مرت معنا في إيش باب إيش الحجر. قال رحمه الله ولا يحكم بلوغه مع شك فيه. ومن أعتق
أو باع أعتق أمة أو باعها باع أمة أقر بوطئها يعني أعتق أمة أقر بوطئها أو باع أمة قد أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لأقل من نصف سنة منذ أعتقها أو منذ باعها فإن الولد هذا يلحقه والبيع باطل لماذا البيع باطل؟ لأن صارت أم ولد